تفضلي. احنا اليوم رانا جئنا بهذه المبادرة الخيرية بالتنسيق مع اتحاد التجار والحرفيين مكتب ولاية خنشلة. هذه المبادرة تدخل في إطار تحفيز وتشجيع الطلبة على حفظ كتاب الله. حقيقة أمر يثلج الصدر مثل هكذا مبادرات، يعني من شأنها تحفز الكثير من الأبناء في ولاية الوطن، خاصة مع التراجع ربما لبعض الشيء لهذا الأمر مقارنة بالدول المجاورة، مقارنة بالبلد المغرب، مقارنة بتونس لدينا بعد تراجع. ولكن نأمل بمثل هكذا مبادرات أنها تزيد من تحفيز للفتيخ على مستوى الوطني. وأشكر أنهم عسنا والقراءة والتجويد وأشكرهم، وأنا أقول لهم لأن مدرسة قرآنية هي أجمل، هي طموح، وتكون لك في الجنة تاج للوالدين.